امتدادا لمهرجان ياسمين درنا الذي انعقد في منتصف مارس الماضي بمشاركة عدد من رياضي الأطفال كروضة المجد والزهور وبراعم الأمل وغيرها. ها هو مكتب التعليم المبكر بالمدينة وضواحيها يطلق برنامج غيث العقول الذي يهدف للتعليم عن بعد. تمت اليوم مشاركة أطفال درنا، بعض من أطفال رياض درنا في برنامج غيث العقول، ألا وهو امتداد لمهرجان ياسمين درنا كخطة ثانية للفعاليات طبعا لظهور جائحة كورونا، فأخذنا الخطة الثانية اللي هي العمل في المنزل. يسهم البرنامج الذي تم فيه تدريب الأطفال من قبل معلمات النشاط في تعزيز اللغة العربية وقدرة الطفل على الأداء الجيد للغة وتقديم الحكمة والفائدة من خلال سرد مجموعة من القصص. أنا أهديكم عوض علي من مدينة درنا في ديبة، أتعلمت من روضة براعم الأمل، استمعوا لي يا أحبابي قصة النملة والحمامة. في يوم من الأيام شعرت النملة بحرارة وعطش شديد. أنا فاتن عبد الله المعدني من ليبيا ومن مدينة درنا، أتعلم في روضة الزهور. اليوم سوف أروي لكم قصة الحمامة والنملة، هل تحبون سماعي؟ الآن سوف نروي لكم قصة جميلة، قصة الحمامة والنملة. مبادرة مكتب التعليم المبكر انطلقت بإنشاء غرفة عبر تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي لنشر هذه القصص وتعزيز ثقة الأطفال وليكتسبوا مهارات أفضل في التعلم وفي فن الإلقاء. لقاء أطفال روضة براعم.